تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. ابراهيم سعيد بعد ما رد بالامس على مرتضى منصور من خلال صفحته الرسميه على تويتر ومن خلال صفحته الرسميه برضه على فيسبوك، قرر ان هو يعمل فيديو لايف ويتكلم فيه بردود ناريه على مرتضى منصور بعد ما مرتضى منصور تطاول عليه وسبه علنا على قناة الزمالك، وقال له امك وابوك واللي جابوك، وقال له انت عيالك انت مراتك انت يلي 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 الى اخره. وحضراتكم سمعتوا الفيديو، وكمان هنحط لكم الحلقتين الممنوعين من العرض اللي ما جوش في قناة نادي الزمالك، حتى في الاعادة منعوا الاعادة بتاعتهم في قناة نادي الزمالك. احنا مسجلين الحلقتين بدون حذف، مش هتلاقي الحلقتين كاملين في اي مكان الا في قناتنا قناة الاهلاوية على اليوتيوب. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد رد وقال ايه على مرتضى منصور والردود اللي قالها، يعني دي تعتبر قليله على اللي عمل مرتضى منصور في ابراهيم سعيد اول امس وامس في قناه نادي الزمالك. بس ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير للفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه بعد اذنك وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف ابراهيم سعيد رد وقال ايه على مرتضى منصور ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. في نقط معينه يعني ممكن السنين اللي فاتوا او على مدار السنوات تقريبا اخر 15 سنه او 20 سنه كان في حاجات ممكن بناخدها هزار وبنضحك والكلام ده. دلوقتي الموضوع وصل لمرحله من قله الادب، وقلة الأدب مفيش أسهل منها والله. يعني كلنا ما شاء الله بنقدر ندافع وبنقدر نرد وبنقدر نقل أدبنا، بس ما توصلش. وده ده ده رسالتي لسيادة الوزير وزير الإعلام والهيئة العامة الإعلامية، يعني اللي مسؤول عن الإعلام بالكامل. يعني هل حضراتكم متقبلين الكلام اللي بيحصل والألفاظ اللي بتحصل ده علن؟ بجد الموضوع الراجل ده دماغه ضربت، بقى شتيمة علن. يعني ده الواحد والله العظيم هو الواحد على اليوتيوب بيتكسف ان هو يغلط. طب انتوا متخيلين ان كم الشتايم اللي بتحصل دي كام؟ يعني حتى لو محدش بيتابع القناه، ملايين من الاسر المصريه ومن البيوت المصريه بتسمع الفاظ، يعني انا والله العظيم الواحد عمره ما شافها في قنوات رياضية ولا حاجة. يعني ممكن نختلف كورة، بس مش هنفضل الحياة كلها شتايم وأعراض في كل الناس. يعني أنا تقريبا ما فيش حد، يعني ما حدش هو ما اتكلمش على حد ويتكلم عليه في الأعراض. راجل ناقص بجد والله العظيم، راجل ما شافش تربية. يا راجل يا أهبل، أنت اللي زيك بسبحة والله العظيم، اللي زيك دلوقتي يقعد يلبس الجلابية، بس الجلابية العادية، ويقعد كده يسبح. يعني يقعد يسبح، اما انت تخطيت كل الامور وتخطيت يعني كل يعني كل حاجه، مفيش حاجه انت ما عملتهاش. في قله الادب من اعراض، بتشتم اموات، وانا والله العظيم اقسم بالله قله الادب ما في اسهل منها. وانا عامل لك خرم في ودانك، انا عارف ان انا عامل لك خرم، وصدقني والله العظيم ما هسيبك، والله ما هسيبك. وانا عارف ان نهايتك قربت، عشان كده انت دايما عمال طالع بتشتم في كل، تقريبا انت شتمت كل البلد، من رموز رياضيه، من رموز سياسيه، من اشخاص تشكيك، والكلام ده انا اتكلمنا فيه بجد والله العظيم. والله العظيم الواحد بيحب البلد دي وبعشقها، والله العظيم انا بعشق تراب البلد دي. حرام اللي بيحصل في الاعلام وبيحصل في القناه مع هزازين الرؤوس اللي هم لا حول لهم ولا قوه، هم قاعدين بيضحكوا وبيطبلوا وعاملين يعملوا في راسهم كده قاعدين 5 ساعات ما بيتكلموش. الكلام ده انا قلته كتير، مفيش واحد منهم محترم يطلع يقول له عيب. يعني انتوا متخيلين اللي قاعد معاه بيضحك وبيهزر وايه اللي ادبه؟ يعني انا مش فاهم لحد امتى كلام في الاعراض. انت بتشتمني بابويا الله يرحمه، وده اخرك، اخرك فاضي، اخرك فاضي تقعد تشتم في اموات وتشكك في اموات، لانك انت بني ادم ناقص. والله العظيم انت بني ادم ناقص وكبرت وخرفت. الناس بتكبر بتاعك، انت كبرت وخرفت، انت كبرت وخرفت. انت شايف ان انت فوق الكل، فوق القانون وفوق كل
يعني فوق كل الناس، محدش هيقدر يقرب لك ولا حد يقدر يكلمك. ايه يا عم ده؟ ايه ده؟ ايه الجبروت اللي عندك ده يا اخي؟ ما انت وضع لله رفعه. ما كلنا يا عم عندنا جماهيريه وعندنا ناس بتحبنا وناس بتحترمنا، بس عمرنا والله العظيم الواحد ما جاله الجرأه دي ان هو يعني يخبط كده في الناس ولا يقلل من الناس في اعراض وشتايم ودايما انت بتلعب على الحته دي، بس مش هتعرف تلعبها معايا صدقني، لان انا حافظك وانت عارف ان انا حافظ دماغك. الكلام ده تعمله عن الناس بقى القلاديش اللي حواليك او عزازين الرؤوس اللي انت بتخوفهم، بس انت جيت مع شخص غلط والله. انت جيت مع شخص غلط، انا مش بايع على حاجه. والناس اللي بتتكلم ان انا ما ردش عليه بنفس الاسلوب، لا، النوعيه دي لازم تترد عليها بنفس الاسلوب والله العظيم. ليه بقى؟ اولا انا بدافع عن عرضي، ويا ريت كل الناس اللي بتتكلم، لان بعض الناس ممكن ما يسمعوش، بيشوفوا بس الحاجات اللي انا بتكلم فيها. انت تقبل على بيتك ووالدتك واختك ووالدك ان هم يتشتموا ويتكلم في الاعراض عليهم؟ اعتقد ان احنا شعب دمه حامي. انت لو واحد غلط فيك في الشارع مش هتسكت له. طيب انت بقى تخيل بقى ان حد بيتكلم على عرض وكلام كذب وكلام قله ادب. اولا الحمد لله، اعوذ بالله من كلمه، انا ابراهيم سعيد، وهفضل دايما ابراهيم سعيد غصب عنك. ولو انت فاكر ان انا حاطط في دماغك ان في يوم من الايام ممكن اعتذر لك زي الناس الجبانه اللي راحت عملت الكلام ده، ودايما اللي حواليك بيخافوا كده، والله العظيم ثلاثه ورحمه ابويا، والله ورحمه ابويا لحد اخر نفس ليا، لو هموت وانا مستعد للبلد تعمل اللي هي عايزاه معايا، لان انا بحب البلد دي وتحت امرهم اللي هم شايفينه يعملوه. انا عمري ما غلطت في حد، ودايما الحمد لله بتكلم كوره، عمري ما اتكلمت في اعراض، والاعراض دي سهله وانت بلاويك كتيره، بس انت لا تؤتمن. وانا بقول للناس والله ما حدش يوكل الراجل ده، ما حدش يوكله، لان ده لا يؤتمن حقيقي. ده بيعمل ايه؟ بياخد منك الاسرار بتاعتك ويهددك بيها. وانا ما اعرفش بصراحه يعني لحد امتى هنفضل ساكتين على الكلام ده. اتمنى كل المسؤولين في الدوله، والله العظيم انا وحيت رحمه ابويا كم مره، انا ما عايز حاجه من البلد دي، انا نفسي البلد دي تبقى احلى بلد في الدنيا، في كوره وفي رياضه وفن وفي سياسه، رغم ان الحمد لله الواحد ملوش في السياسه. والله العظيم انا كميه ناس من بره بتبعت لي على الصفحه مسجات على التليفون، الناس بيكلموني، والله العظيم مصر اكبر من الشخص ده. احنا عمرنا ما شفنا الفاظ بتتقال علقني كده، شتايم والله العظيم. انا اهو انا مكسوف، الواحد محرج انه يقول، يعني اهو الواحد محرج انه يقول قله الادب سهله، يعني قله الادب سهله، لازم يتوقف، لازم يبعد عن المشهد. وانا عارف واثق في مؤسسات الدوله والدوله المصريه اللي الواحد بيحبها وبيحترمها وبيحترم كل القيادات سواء رياضيه او سياسيه، ان الموقف ده لازم ينتهي من على الساحه الرياضيه. مصر اكبر من الشخص ده، والله العظيم. حتى لما بيجي يتكلم سياسه، والله ما بيتكلم سياسه ولا بيدافع، ده كان قبليها لسه من كام يوم كان بيهدد، قال لك انا عندي عمال هنزله، واتكلمت في فيديو. في حد بيهدد الدوله؟ انت اللي عمال بتطبل فوق وتحت، شغال مع الزيطه، والناس اللي انت عمال تهاجمهم ده، انت بتهاجمهم مش عشان خاطر مصر، انت بتهاجمهم عشان خاطر ان هم بيشتموك. والله العظيم اقسم بالله ورحمه ابويا، انا عمري ما شفت الناس دي، وناس كتيره جدا ما تعرفهم، انت عملت لهم دعايه عشان غبائك، عشان انت غبي، دايما عايز تعمل فيها دور الوطني، دايما عايز تعمل فيها الوطني. بيحترم بلده، بيحترم مشاهدينه، بيحترم الناس اللي بتتابعه. انت ما بتتكلمش رياضه ولا بتتكلم اي حاجه، انت كله طالع تشتم واعراض، وانت عارف ان الاعراض ما فيش اكتر منها، وخباياك معايا. وما تلعبش معايا اللعبه النفسي اللي انت بتلعبه على الناس ده على فكره، عشان مش هياكل معايا خالص. انا حافظك ويعني وعارف انت بتفكر في ايه، فهلعب معاك بنفس الاسلوب. هقولها تاني، انا عارف ان ناس كثيره جدا زعلانه من دايما الواحد والله ما بيحبش يتكلم في اعراض، وهو عنده مشاكل الدنيا كلها، بس فعلا انت بني ادم غير سوي وغير محترم، وفعلا يعني سرطان لمصر مش للرياضه بس، انت سرطان رياضي، سرطان سياسي، وبلاويك كتير، وعيلتك انا كنت جوه الاسره، بس والله العظيم والله العظيم انا هعمل بالاصول وبالاحترام لحد اخر لحظه. انا مش عايز اقول الاسرار اللي جوه البيت،
وانا الحمد لله دايما انا في وسط الناس، في وسط البلد، يعني ما بخافش من حاجه غيرك انت. انت دايما لما بتيجي تنزل بتخلي الناس تامن لك عشان انت خايف لحد يديك على قفاك. والله عشان انت اخرك بتتاكد على قفاك، انت راجل بق. وانا بقول للناس محدش خايف من الراجل ده، الراجل ده والله العظيم بيلعب لعب نفسه، يقعد يجيب لك يكذب ويقول لك مش عارف فاكر ومش فاكر، وهو كذاب والله العظيم كذاب، ولا ليه سيديهات ولا عنده سيديهات، ده بيلعب لعب نفسي مع الناس. عشان كده في بعض الناس اللي هم هزازين الروس خايفين منه بيقعدوا يطبلوا له، لان هو اسرارهم كلها معاه، فهو بيلعب الحته دي. بس مش هتلعبها معايا لان انا حافظك زي ما قلت لك، وانت عارف ان انا يعني حافظ كل يعني كل حاجه جوه الاسر لحد دلوقتي، هحترم يعني دخولي لاسرتك، وانت عارف ان اسرتك مليانه بلاوي، مليانه بلاوي من اول ولادك وجوه الاسر. بس انا هطلع محترم، وشتمتك لوالد الله يرحمه صدقني والله العظيم انا عارف وواثق في ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا هيجيب لي حقي، لانك انت ظلمت ناس كثيره جدا، وبتتكلم في اعراض، وبتتكلم في خصوصيات، وانت فيك كل العبر، فيك كل العبر والله. تحياتي ليكم، كل سنه وانتم طيبين، وتحيا مصر، وهتفضل مصر ام الدنيا. ويا جماعه كل متابعيني من الدول العربيه، والله العظيم الشخصيه دي لا تمثل مصر. تحياتي ليكم، كل سنه وانتم طيبين، وتحيا مصر، وهتفضل مصر ام الدنيا. وان شاء الله نهايتك قربت، وانا شايف ان انت في توتر وفي خوف كده، تمام؟ فعمال تلوش بقى وتشتم في ده وتشتم ده وبتهدد، وانا مش هسكت وهجيب عليها واطيها. الكلام ده مش مع مصر، مش مع الشعب المصري، ولا مع القيادات المصريه. واثق في ربنا سبحانه وتعالى ان انت نهايتك والله العظيم نهايه سودة، والله العظيم نهايه سودة. احفظوا الفيديو ده، نهايتك قربت ونهايتك سودة، ان شاء الله ربنا هينتقم منك، وهتشوف الانتقام ده قدام عينيك، سواء فيك او في اسرتك او في اولادك، لانك انت تخطيت كل شيء من اعراض وشتايم وسب وقصف والفاظ ما تتقالش على شاشات مصر. مصر ام الدنيا، تحياتي ليكم. فتيل الشرار جمني، يعني انت بتقول لنفسك هو ايه اللي وصل مرتضى منصور ان يشتم ابراهيم سعيد على الرغم ان ابراهيم سعيد كان بيلعب في نادي الزمالك ولعب في نادي الاسماعيلي ولعب في النادي الاهلي، ولكن هو يعني كان في الفترة قبل الأخيرة دي كان لاعب في نادي الزمالك وكان بيطلع في القنوات على إنه زملكاوي. اللي حصل إن لما الكابتن إبراهيم سعيد ابتدى يتجه ويقول حاجات فيها إشادة للكابتن الخطيب، سواء يدعي له إن ربنا يشفيه أو إن هو يقول حاجة مثلا إيجابية على صفحته أو على قناته، فمرتضى منصور اتضايق من النقطه دي. ازاي وازاي يا ابراهيم يا سعيد ان انت تتكلم على الكابتن الخطيب اللي بيني ما بينه ما صنع الحداد؟ فمن هنا جاءت الشراره، وابتدى يلقح بالكلام في الاول على ابراهيم سعيد، كلام خفيف، وانت كنت بتبوس ايدي، انت كنت مش عارف ايه، انت الى اخره، لغايه ما تصاعدت يعني التصريحات والشتايم لما وصلت له اول امس، ومرتضى منصور طلع وقال على ابراهيم سعيد كلام في منتهى الخطوره وكلام في منتهى يعني الخروج عن الادب والاخلاق. فابراهيم سعيد رد الرد اللي حضراتكم قلتوه، قال له انا اعرف اسرارك واعرف كذا وكذا 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 وكذا، وممكن اقول كذا وكذا وكذا وكذا. بصوا يا جماعه، انا عايز اقول لكم على حاجه. احنا القناه اسمها قناه رياضه، قناتي انا اسمها قناه، ينفع مثلا اقعد اكلمكم في حاجه ملهاش دعوه بالرياضه؟ انتوا هتقفلوا الفيديو وتروحوا لاي فيديو اخر، لان انت داخل اصلا ومشترك في قناتي على انها قناه رياضيه، تصنيفها تصنيف رياضي، حتى فيديوهات المقترحه بتيجي على الفيديوهات الرياضيه، مش فيديوهات الاكل ولا فيديوهات الطبخ ولا فيديوهات الموضه ولا فيديوهات السياسه. فما ينفعش قناه مخصصه اصلا للرياضه تبقى تشتم ناس ولا تتكلم في السياسة ولا تتكلم هنا ولا تتكلم هنا، اتكلم في الرياضة، اتكلم في اللي يخص الرياضة. طبعا
هو بيقول انا واثق في المسؤولين ومش واثق في المسؤولين. طب هو المسؤولين سايبين مرتضى ده كله ليه؟ ما هو لو الدولة مش موافقة اصلا على هذا الفعل ما كانتش سابت مرتضى منصور يقعد بال5 ساعات يتكلم، ما كانتش سابت هزاز الرؤوس بال2 ساعتين يتكلموا، تشكيك في وطنية الكابتن الخطيب، تشكيك في جماهير النادي الاهلي وسبها ويقولوا عليها انها لجان، حتى المختلف مع مرتضى منصور يقول انه هو بيقبض. كل الناس عندك بتقبض، هو انت عشان بتقبض ناس عندك وعندك لجان الكترونيه فاكر كل الناس زيك؟ ما هو الشخص الغير سوي فاكر الناس كلها زيه، الشخص اللي هو يعني بيعمل حاجه غلط فاكر كل الناس بتعمل الغلط زيه، ولكن ابراهيم سعيد رد عليه رد قوي. قال له انت المفروض اللي في سنك يمسك سبحه ويتقي ربنا، لانه ايامه على الارض معدوده، وحتى لو ايامك على الارض سنين طويله لازم تبقى عندك نوع من انواع الحياء في الكلام يا سيدي. ممكن كلنا على فكره كلنا ممكن نشتم، واي طفل صغير في الشارع لو قلت له خد حبيبي قول اشتم فلان اشتم علان هيشتمه باسوأ الالفاظ. قله الادب دي سهله يعني مش حاجه يعني كبيره ولا حاجه عظيمه، بالعكس ده الانسان لما بيقل ادبه بيقلل من نفسه مش بيقلل من اللي بيشتمه. انا لما اجي اشتم حد انا ببين تربيتي للناس، ما هو كلنا ممكن نشتم وشيء سهل الشتيمة، ولكن الاحترام هو اللي شيء صح صعب. وقال الكلام ده ابراهيم سعيد لما قال له شيء الشتيمة وقلة الأدب شيء سهل يعني عادي، ما هو عنده قناة يوتيوب بيخجل ان هو يقول اي لفظ، واي واحد عنده قناة يوتيوب بيخجل ان هو يقول اي لفظ خارج، لان الناس اللي بتتابعه تقول له عيب عليك اتلم، هو انت ما فيش عندك حياء؟ ما بالك بقى بقناة مملوكة للدولة والدولة بتصرف عليها مليارات وبتخسر وبتخسر. طب انا هقول لك على حاجه، بعد الفيديو بتاعي ده اكتب قناه نادي الزمالك، ادخل كده شوف الفيديوهات بتاعتها جايبه كام؟ 20 30 50 مشاهده، 100 مشاهده، 400 مشاهده، وقارنها من اي قناه تانيه، اي قناه قناه لليوتيوب، قناه عاديه. مفيش نسب مشاهده عنده، مفيش غير الحلقه بتاعت مرتضى منصور اللي فيها الشاب السب والشتيمه اللي بيجيب نسب مشاهدات، ليه؟ الناس عايزه تدخل تتفرج على مرتضى منصور وهو بيشتم الناس. لان ده شيء غير معتاد، وزي ما قلنا في عالم الصحافه اي خبر يشد الانسان لو انت ماشي كده بتتصفح الجرايد، الخبر اللي هيشدك ايه؟ رجل عض كلب ولا كلب عض رجل؟ لا رجل عض كلب، حاجه غير مالوفه وغير معتاده، فاللي انت بتعمله في الاعلام الرياضي غير مالوف، وكرم جبر نايم على ودانه والدوله نايمه على ودانها ومبسوطه، بس يعني انا مش لاقي كلام او انتقي كلام يعني ينفع للوضع اللي احنا عايشينه ده. الدولة سايباه بمزاجها، الدولة هي اللي بتقول قول ايه وما تقولش ايه، الدولة ساعات لما هو بيخرج عن النص وبيحيد عن النص بتوقفه بتقطع عليه البث، ولكن الدولة عارفة كل حاجة وشايفة كل حاجة وهي اللي مطلعاه وهو لسان الدولة وزراعة الدولة، بس برضه بيجي بيهدد الدولة. يعني شوف يا دولة اهو انا اهو معاكم وفي ظهركم والعيال الخونة اللي بره وفيهم كيت وكيت وكيت وكيت، بس انا الانتخابات بتاعتي اتزورت، لا ومش كده وبس، لا ده انا مش عارف فين اطلع الاول، الانتخابات وانا اللي معمول عليا سنه سجن، وانا اللي معمول عليا شهر سجن، والتاني هربان بره. طب هو التاني بيقل ادبه على حد، بيتكلم على حد، بيسب حد، الراجل في حاله سيبه في مرضه، ده الراجل ربنا يكون في عونه وربنا يشفيه ويعافيه عقبالك اما تتفسح، ولا انت غيران ان هو بيطلع وانت ممنوع من السفر؟ طب ادي لشهر السجن بتاعك وانت اكتبوا لك، ولا انت خايف يعملوا سابقه؟ بس انت اقول قبل كده تباهيت وقلت ان انا سوابق وكده، واتكلمت عن نفسك ان انا اتسجنت هنا واتسجنت هنا واتسجنت، كنت بتتباهى بهذا الامر، ولكن الوضع اللي احنا فيه ده كل يوم واحد يتشتم من مرتضى واحد، ايه ده كل يوم 10 15 واحد يتشتم من مرتضى منصور، ومش بره مصر، لا ده داخل مصر، يشتم حسام حبيب وشيرين، يشتم عمرو اديب، يشتم احمد موسى، يشتم يوتيوبرز، يشتم سيد عبد الحفيظ، يشتم كابتن خطيب، يشتم اي حد مختلف معاه خالص ملوش دعوه بالسياسه ودخل مصر. ربنا كبير، وفعلا زي ما قال ابراهيم سعيد نهايته سودا، نهايته سودا، مش انه بيقرا الفنجان ولا بيقرا الكف ولا بيوشوش الودع، لا لا، قال لك من فضلة القلب يتحدث اللسان، لما انت بيبقى قلبك نظيف ومحترم بتتكلم كلام نظيف ومحترم، لكن لما يبقى واحد كل كلامه سب وشتم ولعن هتعرف شخصيته وقلبه فيها ايه او في ايه من جوه. انتهى الفيديو بتاعنا،
ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني اول مره تخش قناتي تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.